اجتماع يعقبه آخر، ووتيرة التحركات تتسارع، وقرارات رئاسية لحل الأزمة التي اجتاحت المصارف لأشهر طوال. المركزي ومنذ دخول المجلس الرئاسي لطرابلس يسابق الزمن في إصدار قرارات بدأت بفتح اعتمادات خاصة وعاجلة لتوفير السلع الأساسية للسوق الليبي، متعهدا بمعالجة كل الصعوبات والمشاكل التي تواجه الموردين لتوريد السلع. وقرار آخر يقضي بضرورة استئناف العمل بالمستندات برسم التحصيل لبعض السلع الضرورية. هو الأمر الذي سرعان ما ترجم بصورة عاجلة بتخصيص مبلغ 3 مليار و150 مليون دولار لغرض الاستيراد السلعي خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك. يأتي كل هذا فيما لا تزال مصارف عديدة بكافة أنحاء البلاد تقفل أبوابها منذ أشهر طويلة، ولم يتقاضى فيها موظفو بعض القطاعات بالدولة مرتباتهم منذ شهرين على الأقل. قرابة 4 مليارات دينار في طريقها لأن تضخ في مصارف الدولة، سيتم طباعتها خلال أسابيع قليلة بروسيا. هي تسريبات حصلت 218 عليها من مصادر موثوقة، ستجعل المواطن يستبشر خيرا على المدى القريب.